اسمعوا، واحد من اللاعبين السابقين ايضا في الترجي التونسي عبد الكريم بوشوشه معنا بالتليفون. اهلا بك سي عبد الكريم. اهلا بك سلام، مرحبا بك خويا. شنو احوالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. باهي، كيف شفت المنتخب سي عبد الكريم في المقابله الاولى وفي المقابله الثانيه؟ والله المنتخب في المقابله الاولى يعني كي واحد يشوف الفورماسيون اللي هبطت يعني يفهم اللي الامور ماهيش باش تمشي، خاطر وقت واحد باش يعمل تركيبه يبا شيرشي لا كويزيون ساعة. احنا نعرفوا اللي في ظرف شهرين وثلاثة ما تنجمش تكون اللحمه هذيا. فكيفي انا حسب رايي وبدون يعني تعصب ولا حاجه، كان ينجم المدرب الوطني يعمل انوساتير دو لسبيرونس اللي كانت ملعبيتها يعني الاخر وقت يلعبوا في اللو نيفو، فما ان سارتان كاشي وكل شيء، كان ينجم يلعب لجورة الاسبيرانس. اش معناها شكون مثلا، شكون مثلا كان ينجم يلعب؟ سي عبد الكريم كي نيبا. تسمعني سي عبد الكريم، يعني على سي عبد الكريم على الاولاد. يا سي عبد الكريم بلس تسمع فيا ولا اي؟ قلت لك شكون ينجم يلعب مثلا، سمي لي بالاسماء شكون كان يستحق يلعب من الاسبيرانس وما لعبش. باهي لارير غوش ينجم يلعب، خاطر لو رول دو سيسمو دو لارير غوش بن محمد، دائما بن اللي قاعد يلعب توا اسامه الحدادي. اسامه الحدادي بصراحه بكل واحد يعني ماهوش خير من بن محمد، فما رير دروا نتسائل علاش ما عيطش للنقاد. علاش الملاعبيه اللي كي فوزي لا فورس دو ليكيب ناسيونال، علاش علي معلول في اخر وقت ظهرت المشكله ذيك؟ يعني فما ملاعبيه راه ما تنجمش انت تعمل جمعيه قويه، انت الملاعبيه الباقيين هما اللي يعطيوك لا كاليتي دو جو، هما اللي يعملوا اللعب. ما تنجمش انت تجي في تظاهره رسميه وتعمل ان موزايك، يعني ماهيش ماخذه بالخاطر، واحد من ليتوال، واحد من صفاقس، واحد من اسبيرونس، واحد من فرنسا، والاخر من السعوديه. كمل لي كمل لي، معناتها جوست بن محمد، جوست بن محمد يهبط، شكون اخر معناه؟ والله يا بن محمد الخنيسي عنده بلاصه، الشعلالو عنده بلاصه، يلعب الشعلالي يلعب، بن شريفيه عنده بلاصه بصراحه، البدري عنده بلاصه، ولو تفاجات البارح بالمردود نتاع البدري، ولكن باش واحد يكون مردوده يعني نقولوا احنا مكتمل، فما كومبليمونتاريتي، فما تكامل بين اللاعبين. اما ميل شويه لجمعيتك سي عبد الكريم. نعم ميل شويه لجمعيتك ولا ايه؟ والله نتكلم كيف في الحقيقه الاخر وقت الاسبيرانس تو ايش نقول لك، نشوفوا الاسبيرانس احنا ونقول انا هزت دو دو واحد شامبيونز ليغا في انترفال دو سي موا. الاسبيرانس انا با لو ميور جوار يعني في تونس ولا في الافريق، ولكن فما لا كويزيون، فما لحمه، وفما حاجه يولي يشعر بها الملاعبي يسو سيرباس، يعني حتى مستواه يبدا 50 60% يحس روحه كانه ينجم يعطي 70 80، هكا تنجم تعمل اون ايكيب، خاطر لا تكنيك انديفيديال. اما لو كان توصل تعطي نتيجه، كان ما فماش ان تكتيك كوليكتيف، يعني الناس كل يعني يكوروا تبدا فما لحمه ما عادش تخاف، يعني ما عندناش لا رونالدو ولا ميسي، احنا لازمنا نخرجوا القوه نتاعنا من مجموعتنا. معناها انت زي تحمل المدرب المسؤوليه نتاع البدايه السيئه نقولوا؟ ايش نقول لك، هو المدرب انا حاجه يعني نقول احنا عنده باي في الغلط، ولكن الناس لي زادجوا نتاعو ما عاونوهش، خاطر كي تشوف لا فورماسيون هذيك ونسمعوه في الاخر ما عملش، قال خيانة باش نعمل ان كاتريام شونجمون، ماهوش فايق اللي هو ما عمل كان دو شونجمون وكان عنده الحق في ان تروازيام، وينهم اللي بجنبه وينهم، يوريك اللي ما فماش كومينيكاسيون، الناس كل خمت كيف كيف، يعني ان كاتريام شونجمون هذاك كان باش يكون، تحس ما فماش تكامل. احنا الحقيقه بالعقليه نتاع التوانسه لكن كان ربح الانترنور الاولاني، الناس كل تقوم تبوس وتعلق، وكان خسر يخسر وحده مسكين، الورك المسؤوليه يعني مشتركه، الناس كل عندهم باي في اليسار هذاك. باهي، كيفاش تشوف الماتش الجاي مع موريتانيا؟ انا والله البارح نحكي لك ساعه الماتش البارح، جو ماتوندي اون رياكسيون نتاع لاعبيتنا، والحقيقه نتاع ربي قدموا مجهود ويعني خير ان ايتا ديسبري خير من المباراه الاولى، ولكن هذيك السلعه اللي عندنا خويا، هذوك الملاعبيه اللي عندنا.
فانت ما تنجمش يعني يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. هذيك نوعيه اللعب اللي انا ما شفنا مستوى خير في المقابلات الوديه سي عبد الكريم. يقلق شويه وقت تهبط للسوق باش تشري باش تقضي وانت عندك فلوس باش يجيبوا لك كان فلفل وبصل وطماطم في الاخر تنجم تعمل كان شكشوكه ولا ثلاثه كهو. عبد الكريم صح الاولاد اللي قدموه هذاك اللي عندهم. اسمعني سي عبد الكريم قلت لك شفنا مستوى قلت لي انت هذاك اش نجم نقدم وشفنا مستوى خير في مقابله الوديه حتى قبل المنتخب مع نبيل معلول شفنا مستوى خير ما دونك ملاعبيتنا قادرين على ما هو افضل من هذاك. ولو كان المدرب هذا خلى المجموعه نتاعنا نبيل معلول بنى عليها وكمل بها كانت تنجم تكون. ولكن احنا انت تعرف وانا نعرف العقليه مش نتاع فرنساوي اللي لعبت بها تونس يعني نتاع مدربين دربوا في تونس بعقليه تونسيه ايزون شامباردي توت ليكيب ما تنجمش تنجح حتى لو كان خذينا الجمعيه نتاع معلول وزدنا عليها ومش عيب كان حتى نخليوها الكل علي معلول يفزي لها فرز ليكيب ناسيونال ونتاع الاهلي ونتاع الدنيا كل غريبه تجي تنحي علي معلول سامحني يعني عباره واحد عمليه انتحاريه وقت الراجل البارح احنا كي نشوفه في الماتش نشوفه في ان كولوار جوش كره تبدا على اليمين بعد تيح شويه الوسط وتجي اليسار تبدا تستنى في فما بلاصه فارغه تعيط الواحد اجا هذيك بلاصه معلول لا تلقى فيها لا دومي جوش اللي في وقت من الاوقات خذاها لبلاصه الخزري وهو تعب شويه في الاخر لا تلقى فيها لا رير جوش اللي فما بلايص ساعة كورة وقت يصير جليسمون في شيرة من الشيرات سيستماتيكمون تلقى البلاصة تلقى مولاها ما لوزمون ما صارش هذا بصراحة يعني ما كيما قلت لك ما تنجم تعمل يونيكيف يعني صحيحة وباهية إلا بالملاعبية البهيرة ما تنجمش بملاعبية متوسطين تحب تعمل وتعمل صعيب ياسر باهي كيفاش تشوف قلت لك ماتش موريتانيا؟ ماتش موريتانيا باش نربحوا ما عندي حتى شك. حتى شك هذا على الاخير عاد ما كانش من غاديك يروحوا لسخيهم موريتانيا اللي متعادله تو في 66 دقيقه لعب مع انغولا دون اهداف. قاعد نتفرج لا قاعد نشوف يعني هنيا باش نعاود ونزيدوا نتحسروا احنا اكثر لانه كي نشوفوا كيفاش عملنا ماتش نير مع انغولا ماهيش جمعيه اللي باش تفرض علينا التعادل خويا. وفي المناسبات هذيا يعني كي تلعب في هذيا في الاوليفو نقولوا احنا في الكان هذيا مش باش تجيك 10 اوكازيونات تجيك واحده اثنين تي كونكريتيز وكيك تاخذ ثقه وتولي تصور كل شيء تلقى روحك ضد انغولا فلتنا بونتو السليتي في اول الماتش وبورتان يعني نقولوا احنا ان جوار شيفروني وجاي من فرنسا وكل شيء وقت تفلت كوره كيكا عمال تفلت كي تلعب مع اضعف منك انت تفلت انت تفقد شويه ثقه وهو ياخذ اكثر ثقه ويصعب الماتش هذاك اللي صار لنا خويا يولي ندخلوا في البريسيبيتاسيون صعيب ياسر باش تجي نتيجه كيك. تشوف لازم تغييرات في التشكيله من جيريس ولا هذيك هي نفسها اللي هبطت تعاود تهبط هي؟ والله نقول لك هي التشكيله متكامله لان نسال على الفرجاني زاد شبيه غايب بتاتر الفرجاني ما هو جاهز بدنيا 100% ما يقعد ديما ان روبير يعني في الجمعيه. نقول انا المباراه الاولى غلطت الحارس نحاه. وانا البارحه غلط الحارس لازم يتنحى لازم باش يا خو فرصته ما دام اللي يغلط يخلص كل ماتش حارس معناها هكا ما دام هو المدرب كي تشوف التركيبه انت علاش نحى فاروق في الماتش الثاني غلط البارحه غلط الحارس هذاك بونتو ما تشوفوش حتى في ديفيزيون 3 باهي سامحني بس سامي سلافي يحكيوا عليه برشا ما خذاش فرصته تشاتر هذايا ذايا ولا لا والله سيت ان جون جوار بيركيتا كل شيء كان ينجم البارح نوعيه اللعب نتاع موريتانيا هو خروج الخنيسي خروج الخنيسي كانت فما غلطه احنا شفنا البارح مع احترامنا للشوات وكل شيء ماهيش نوعيه نفس اللاعب فما ملاعب بكره ميته يمشي يعني يخلق منها اختر ولو على حسابه وعلى حساب صحته وياخذ ريسك وكل شيء نشوف في شوات ديما الكره قدامه هو التالي ما عملش ديزابيل في ظهر المدافعين وكل شيء كان ينجم باستمرار فيه كان ينجم البارح يخرج سليتي ويخلي خنيسي ويزيد اصرار فيه مع الخنيسي خاطر يولي انت تيفا شيرشي لا بيركسيون مش باش جوار نقولوا احنا
كوستو كل شيء من سيبا ذا ماتش ديوال ولا حاجه يعني. فما اوقات لازم الملاعبيه السريعين اكلي تقول انت ما نجحتش في الحصول نتيجه نقول احنا بلعب جماعي مركز وكل شيء هذا ما نجموش نعملوه كيما قلت لك اون لابسونس دو كويزيان وما فماش لحمه ما فماش نوليو نعملوا على لي جوار بيركيتا ينجم يجيب لك كوفرا ينجم يجيب لك بيلانتي يجيب لك حاجه يعني دي جوار كي بروفوك لا فوت كان ينجم يكون حل من الحلول ودخول الصرافي. وين ينجم يمشي منتخبنا في الكان هذه ساعه الكريم؟ والله نقول لك حاجه ربما يضحكوا عليا العباد يعني بالافيك توت لي لاكيد اللي ذكرتهم انا لو كان تونس تلقى في ثنيتها الجزائر ولا المغرب هذوما زوز ما يربحوناش اثبت مليح على كلامك. علاش؟ على خاطر في من بعد يعني تصير رد فعل البارح لا نقولوا رد فعل لا تكتيك ولا تكنيك ولا حتى شيء ديما التونسي وقتها يتمس يولي وقت يدق وقت تشوف الرياكسيون الحقانيه نتاعه. انت قبيله قلت لي ربحنا لا كرواتي ودرشناوه في الماتش اميكو نربحوا البرازيل ونربحوا الناس الكل هوني يظهر انه الملاعب التونسي ما يحملش الضغط ما يحملش بريسيون وقت يتولي الامور رسميه يكالي حتى مع اصغر الجمعيات ولكن اذا احنا نوصلوا بعد باش تعرضنا المغرب تعرضنا حاجه بك الطامه والعامه نتاع لي جوار نتاعها هذوك لي بروفيسيونيل اللي يلعبوا في اوروبا كل شيء سامحني باش يكونوا غير قادرين لانه في الكوره الناس اللي تتبع الكوره وتعرف انهم الجزائر ومصر والمغرب ديما عندهم لو ديسو على الافريك نوار وكي يجيو معنا احنا نوليو احنا يعني نخوفوهم اكثر من اكثر من الجمعيات نقولوا احنا جمعيات افريقيا السوداء. واضح. يعطيك الصحة سي عبد الكريم، شكرا لك.